مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن داخل قصر الزعفران الموجود داخل جامعة عين شمس، داخل الحرم الجامعي، على هامش الاشتباكات التي حدثت بين بعض الطلبة الذين نظموا مسيرة انطلقت من مسجد النور إلى داخل الحرم الجامعي. وعند وصول المسيرة للحرم الجامعي طافت المسيرة داخل الحرم وحصلت اشتباكات بين بعض الطلبة وطلبة آخرين، أسفرت عن إصابة بعض الطلبة وإلقاء القبض على بعض الطلبة الآخرين. يعني نحن الآن سنجري لقاء مع الدكتور محمد الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس عن ملابسات هذه الحادثة، ويطلعنا على آخر التفاصيل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني في البداية أسأل حضرتك، هل الجامعة كان عندها علم النهاردة بأن الطلبة هتنظم مسيرة من عند مسجد النور وهتدخل بالمسيرة للحرم الجامعي؟ نعم عندنا علم، والموضوع ده بدأ من يوم الأربع، عبارة عن خناقة بسيطة ما بين اتنين طلبة في كلية الآداب. طالبة من الاتنين دول استدعت بعض زمايلها من أسرة اسمها أسرة نيو فيجن. الأسرة دي هجموا على كلية الآداب من داخل الحرم الجامعي وروعوا الطلبة وكسروا مقر الجوالة، وإحنا اتخذنا عدة إجراءات وقائية يوم الخميس والسبت عن طريق شطب الأسرة نيو فيجن، وعن طريق منع بعض الطلبة المعروفين بالمشاغبة من الدخول الجامعة. والنهارده كان الامن بتاعنا مكلف بحراسه المسيره اللي موجوده داخل الحرم الجامعي لانها بتعبر عن رايها، والا ان بعض طلبه من المشاغبين دول اتعرضوا للمسيره وحصل بينهم اشتباكات. الامن بتاعنا قبض على اربعه، انا متحفظ عليهم. الاربعه دول يا فندم من داخل، من طلبه في الجامعه ولا من بره الجامعه؟ الاربعه دول طلبه في كليه الحقوق وطالب، ثلاثه في كليه الحقوق وطالب في كليه الاداب، وكلهم منتمين الى اسره واحده اسمها اسره نيو فيجن. يعني في بعض الطلبه في الجامعه بيتهموا ان في أسرة نيو فيجن دي تابعة لنظام أمن الدولة السابق ووزارة الداخلية، وزير الداخلية السابق. يعني الاتهامات دي سببها ايه؟ الاتهامات دي احنا بنسمع عنها، لكن الشواهد بتقول ان الطلبه دي بيقوموا باعمال بلطجه داخل الحرم، واحنا بنتصدى ليهم بقدر امكانياتنا المتاحه، وبس هذه الامكانيات غير كافيه، لان احنا مش دورنا خالص ان احنا نفض شجره ولا نعرف نفض شجره. الكلام ده مفروض اللي بينوب بيه افراد امن مؤهله مسلحه او معاهم وسائل تسمح لهم بفض هذه المشاغلات. يعني الطلبه من المطالب اللي قامت عليها المسيره النهارده ان الطلبه بتطالب بالتعاقد مع شركه امن محترفه لحمايه الطالب والعمليه التعليميه، ويعني بعض الطلبه قالوا ان تحدثوا مع رئيس الجامعه ومع المسؤولين في الجامعه عن هذا الطلب. والله لم يتحقق هذا الطلب. والله احنا عندنا 250 فرد امن موجودين متعينين موظفين حكوميين بيقبضوا مرتبات. احنا كده جامعه احنا وسيط ما بين الدوله ممثله في وزاره التعليم ووزاره الماليه والطلاب. احنا طالبنا بتعزيز بند الامن في الميزانيه، في ميزانيه الدوله، لكن انك تتخيل ان لا يوجد في ميزانيه الجامعه باب او بند مخصص للامن. الكلام ده من ساعة لما الحرس الجامعي خرج من الجامعة، والفلوس اللي كانت مخصصة للأمن خرجت هي رخلة. احنا ما عندناش بعد ما الحرس الجامعي مشي من الجامعات، بعد ما الحرس الجامعي مشي احنا الأمن بتاعنا، الأمن ده لابد انه يبقى له هيبة. الهيبة دي طلبنا كذا مرة ان الامن بتاعنا يصلح برادع شخصي عشان يقدر يحمي نفسه على الاقل، ما الكلام ده لم يستجاب به. الامن بتاعنا يقدر ما يكون طالب في ايده مطوة، ما يقدرش واحد اعزل يخش عليه، لانه ممكن كنفس بيخاف. احنا تعاقدنا مع احدى الجهات السيادية على إنشاء منظومة أمنية للجامعة مكونة من أجهزة
كشف على المعادن وأجهزة كشف بقى كشف ذاتي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من الكاميرات لمراقبة كل الحرم الجامعي عشان نقدر نسيطر عليه. تم التعاقد بالفعل؟ تم التعاقد فعلا، وتم دفع الدفعة المقدمة، ولكن كل الأجهزة دي أجهزة بيتم استيرادها من الخارج، واحنا في دلوقتي في حيز التنفيذ، يعني اتعشم ان احنا على اول العام الدراسي القادم تكون الاجهزه دي راكبه باذن الله. يعني هو كان في الطلبة بتقول ان هم اتكلموا في مطلب تعاقد مع شركة امن محترفة لحماية الطلبة وسلامة الطلبة، ومستعدين ان هم يقوموا يعني بجمع اموال من الطلبة، اموال شخصية للمساهمة في هذا الطلب. احنا في قانون الجامعة ما فيهوش جمع اموال، بس احنا دلوقتي عملية الامن احنا بنقسمها الى جزئين. الجزء الاولاني اللي هي امداد الامن بالوسائل الكافية اللي تخليه يقدر يقوم على واجبه على اكمل وجه. هذه الوسائل احنا تعاقدنا على المرحلة الاولى فيها اللي هي البوابات الالكترونية واجهزة الكشف على المعادن والكاميرات المراقبة. الجزء الثاني اللي هو جزء افراد الامن نفسيهم، احنا بنتعاقد مع جهات دلوقتي لتدريبهم، ولو الموضوع لقينا من البحث ان امكانياتنا نقدر نستعين بيها بشركات امن خاصه هنعملها، ولو ان احنا عارفين ان شركات الامن الخاصه طول ما هي ما معهاش اجهزه مش مسموح لها بحمل اجهزه رادعه على الاقل مش هتقوم بواجبها على وجه اكمل، خصوصا ان احنا بيخش لي 100,000 طالب داخل الحرم الجامعي في اليوم، وده عدد عاوز جيش مش عاوز كذا فرد امن. يعني اسال حضرتك يعني ما هي طبيعه عمل افراد الامن الذين يعملون في الجامعه حاليا وكم عددهم؟ احنا عندنا داخل الحرم الجامعي 250 فرد، ال 250 فرد دول احنا بندفع مرتباتهم. طبيعة عملهم اللي هي منع الطلبة اللي يحملوا اثبات شخصية انه يخش جوه الجامعة، ان يمنع اي افعال مخلة بالتقاليد الجامعية ان هي تحصل. كمان ان بالفضل الاشتباكات، فضل الاشتباكات الصغيرة هما بيقدروا يتعاملوا فيها، لكن الاشتباكات الكبيرة وخصوصا اللي فيها اسلحه هم ما بيقدروش يفضوها ابدا. وعشان كده احنا دايما بنقول، انا بديهم تعليمات ان بمجرد حدوث ولو خناقه صغيره نغلق ابواب الجامعه غلق تام عشان نمنع بدخول عناصر من بره الجامعه الى جوه الجامعه، لان العناصر دي هي اللي بتثير الشغب وهي اللي بتعمل ترويع للطلبه. ننتقل للمشاجرات التي حدثت اليوم، يعني لو حضرتك تقول لنا من الذي تم القبض عليه وعدد الإصابات التي وردت لحضرتك. بالنسبة للإصابات أنا ما عنديش حصر، بس هي إصابات بسيطة جدا. طبيعة الإصابات يعني كلها جروح في الرأس، تقريبا ثلاث حالات. انا قبضت على 4 طلبه، انا متحفظ عليهم دلوقتي، دول طلبه في كليه الحقوق وواحد فيهم في كليه الاداب، وكلهم بينتموا الى نفس الاسره اللي هي اسره نيو فيجن. يعني هل تم اجراء تحقيق مع هؤلاء الطلبه؟ الطلبه دلوقتي انا يعني هو الفكره ان تحت ممكن يعني اثناء الاشتباكات ممكن طالب، يعني كنت بتكلم تحت مع طلبه قالوا لي احنا صاحبنا غلبان ملوش في المشاكل واتقبض عليه ودخل دخل جوه هنا هو ما يعرفش حاجه واتضرب، فهل تم عمل تحقيق؟ اتحاد الطلبه الرسمي جه قال لي الطالب ده ملوش علاقه بيهم، خرجته. الطلبه اللي احنا قابضين عليهم اولا اتماسكوا متلبسين، يعني كان في ايدهم عصي، واحد فيهم كان خالع التيشيرت بتاعه، وده مش سلوك اساسا، سلوك طالب في الجامعه. الطلبه دي انا اصدرت قرار فوري بمنعهم من دخول الحرم الجامعي، ايقافهم على الدراسه وتحويلهم الى مجلس تاديب. العصي دول يا فندم يعني كانوا موجودين اصلا جوه الحرم الجامعي، ولا الطلبه النهارده اثناء المسيره دخلت مع يعني عناصر تانية دخلت؟ احنا اثناء المسيره تخيلوا كذا الف طالب داخلين مستحيل، ومعاهم اعلام
فيها عصي، انا ما اقدرش اي تعرض للطلبه في داخل المسيره يبقى هيجيب نتيجه عكسيه. الطلبه العصي دي كانت الله اعلم من الاعلام اللي موجوده كانت عصي، ما هي احنا ما شفناش النهارده اسلحه مطوه حاجات دي، لا ما شفناهاش، لكن كلها ادوات خشبيه. يعني هل تم مناقشه قرار توقف الدراسه في جامعه عين شمس لحين هدوء الموقف؟ النهارده كان في دراسه متعلقه في كليه الاداب، احنا بعد القرارات اللي احنا خدناها دي اعتقد ان احنا مش محتاجين الكلام ده. ثم احنا كاداره الجامعه انا عندي 15 كليه، منهم اربعه بس داخل الحرم الجامعي، التانيين ما لهمش اي دور ولا نعلق دراسه ولا نيجي جامعتهم خالص. بنتكلم في الاربع كليات اللي جوه الحرم الجامعي، كليه العلوم وكليه الالسن، ودول في الغالب الطلب بتاعهم على قدهم قليل ومنهمكين في دراستهم. وعندي كليه الاداب وكليه الحقوق، هم دول دايما بيبقى مصدر الازعاج بيجي من كليه الحقوق اساسا وبعديها بيجي كليه الاداب. احنا فوضنا العمده بتاعتهم تقدير الموقف، ولو كانوا هم شايفين ان هم يعلقوا الدراسه هم حرين. دي موقف مجلس كليه الحقوق ومجلس كليه الاداب اللي قرروا ده، ولو ان احنا بعد اللي احنا عملناه ده نعتقد ان الموضوع يعني اعتقد هيبقى في السيطره اكتر الايام القادمه. بس انا من خلال قناتكم احنا بنناشد الشرطه مساعدتنا، احنا محتاجين. ما انا دلوقتي حضرتك مع فكره وجود حرس وامن من افراد الشرطه داخل الجامعات الحكوميه ام لا؟ والله هو معظم المجتمع الجامعي ضد وجود الحرس الجامعي بصورته القديمه. الحرس الجامعي بصورته القديمه كان بيتدخل في السياسه، وهو ده اللي افسد، لانه طول عمره طول ما كان بعيد عن السياسه كان ما فيش اي مشاكل. فالناس متخوفه ان يجي الحرس الجامعي يلعب دوره القديم، لكن لو حرس جامعي بيقوم بدور الاسم في حفظ النظام والامن جوه الجامعه دي حاجه ما حدش يعترض عليها. ولو ان انا شايف ان مجتمع الجامعه كاعضاء التدريس وكطلاب يرفضوا هذه الفكره على الاقل في الوقت الحالي، لكن لابد ان الدوله تساعدنا في ان احنا نقدر نعمل منظومات الامن كامله، ودي محتاجه تمويل ومحتاجه فلوس ومحتاجه يعني وزاره الداخليه تاخد افراد الامن بتاعتنا تدربهم مثلا التدريب الكافي، ويسمحوا لنا بابسط الامور اللي تخلي الناس دي تقدر تقوم تأدي واجبتها واجبها على اكمل وجه. يعني بالنسبه لجامعه عين شمس، يعني اهم السلبيات او المشاكل التي تعاني منها جامعه عين شمس بخلاف الامن التي جامعه عين شمس تطلبها من وزاره التعليم العالي والمنظومه التعليميه. احنا بخلاف الامن احنا ما عندنا عجز في التمويل، يعني ميزانيه الجامعه ثلاث ارباعها بيجي عن طريق ميزانيه الدوله 70% تقريبا 70-80%، والباقي ما الجامعه اللي المفروض تدبرها بمواردها الذاتيه. دي بيخلي الجامعه يبقى بالها مشغول بامور غير امور التعليم. انا وظيفتي ان انا اعلم الطلبه، مش وظيفتي ان انا ابحث عن مصادر تمويل عشان امول بس احنا متفهمين الازمه الاقتصاديه اللي فيها البلد، واحنا بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نجيب مصادر اخرى للتمويل بحيث ان احنا نقدر نخلي مكانه الجامعه زي ما هي موجوده في الفتره كجامعه من اعرق جامعات مصر والشرق الاوسط. شكرا جزيلا دكتور. عفوا يا فندم، اهلا بيكم في جامعه عين شمس. يعني هكذا مشاهدينا الكرام تعرفنا مع دكتور محمد الطوخي نائب رئيس جامعه عين شمس عن اخر تطورات الاشتباكات التي حدثت بين بعض الطلبه وطلبه اخرين على هامش المسيره التي انطلقت للطلبه مطالبين بحمايه الامن والمنظومه التعليميه داخل الجامعه والتعاقد مع شركه امن محترفه.